ايه كنت مفكراني مش عارف اوصل لك؟ ها طب ده انت حتى حبايبك كتير قوي. واحده منهم اتصلت بيا من برايفت نمبر وسلمتك تسليم اهالي. قلت ما بديهاش بقى، لا ده انا هجيبك وضيفك واعرف حكايتك. يا خير ما فعلت، والله العظيم يا خير ما فعلت. دي مفاجأة جميلة جميلة جميلة، كل حاجة جميلة. هي جميلة بس غير متوقعة، ومش ناقصها غير حاجة واحدة بس، هي الضيافة. أنا طلبت منهم واحد نسكافيه من غير سكر ومحدش عبرني. قول لهم بقى يجيبوه لي، وبعدين فكني فك. أنا ههرب ليه؟ ده أنا ما صدقت شفتك. هنا مفيش نسكافيه، في سم فران. سم فران ده ايه؟ ده سم فران حتى ولا ليه لازمه وما بيجيبش نتيجه. هي اللزقه بتجيب من الاخر. ده احنا مره انا وحنان قفشنا فار قد كده ولونه اسود قد الارنب داخل. بس بتدي وبقول له استعبطي، ولا هتاكل ولا هتشرب معايا. بقول لك ايه؟ سؤال وعايز اسمع اجابته. مالك بيا انا وعيالي؟ بتنخوري ورانا ليه؟ انت بتزعق لي كده ليه؟ اه بتزعق لي ليه؟ على فكره دي اهانه. اه وانا هعديها لك عشان انا بحبك، ولو حصل اهانه تاني هعديها برضك بقى، بس هزعل منك. اه بنت انت، انا مش عايز استهبال، انا خلقي ضيق. ما انا عارف. اسمع قلبي. اسمع مين؟ أسماء. إيه؟ أسماء السيد حسن عجيبة، مش فاكرها؟ أنت نسيت الاسم ده؟ أسماء اللي جات لك من 30 سنة في الكوافير القديم، فرع السلام للمحجبات اللي كان موجود في شارع فاطمة رشدي في الهرم. جات لك وجوزها لسه ميت، في رجليها عيلة عندها 12 سنة. افتكرتها؟